حتى القمر يخجل يخجل ما بين القمر تصدق معود عيني تشوفك بيدي طفل وانا مثلي يا الطفل ليس تعبان يا ربي سويبها باش نكسرهم لازم اضايق من الرابعه زكي يا ليك كيف تعملها شو 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 هذا شو حط هذا شو عجبتها ماني فرجيني فرجيني كيف هكا ما نجمش أهديك الهيك ال نسخني عندك سخان حتى تعرف شو نترشق بجنبها وتقول لي ما عندكش سخان عم تحت شو يا ربي كان واحد ولا وزوز تاو كان واحد صارت يا تاو انا شنو ذنبي اجيت هيك مثل بس هوني هذا عصفورين حجر واحد مين عصفورين وين؟ يا الله يا الله خلص يا زكي الله يرضى عليك زكي خلص يا زكي خلص يا زكي انت حجيت في عيني خلص يا زكي كم مرة قلت لك خلص؟ أرجع تحجت في عيني تحجت في عيني ليديا نور نور هذي جد لك مريم لك مريم شو تحس فيها بس غمد عيوني غمد عيوني ما شفت شيء أركع بعد هذي جد في عيني والله لم أحكي بعد أحكي معه شو بدك باي باي مد عيني عاد ما عملتها قدامي قبيلة زكي من فين نزل الغني ما بدي ما تعبتش طاحت طاحت باي باي شي جات شي تهد شي يقع تو نهبط ايش هو تو نهبط انا ما نحبش نهبط ما في حدا تحت ما نحبش نهبط بتمي فوق دايما انت كبيره من زمان يلا امشوا ننزل نغني شي نعمل شي نغير شكل حاسلم اسمعوا 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 العزف واسمعوا الصوت شو حيطلع لا عم بتدفع عنه شو مالك يا رفيقي شو لا شو انت وعم تفني انا كمان يا خلص انتوا ارضوا اثنين وخلاص هاي المره شفت 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 شو عم بجرب يا عمر لا لا خلاص طب انا معتذر يا الله يا الله انا حبيت ماريا ليه ما بحبيت حدا طب انت حبيت ماريا وحكيتي انا ليه اوعى يا شكلك من وين مرا غير ما رد لك يا من نحل عنك طب يا جماعة روحوا العبوا هونيك اضرب بعض هونيك اضربي بس هونيك مين شبكك؟ هجد ايدي كتير حمرا انت بعرف شو بعمل انت اللزينة يا الله يا هبلة ده ما كاش جنبك يا مامي يا مامي بهلت راح ايه؟ دي اللي بتجري منها يا هبل يا مامي وبتجري منها انا كنت هربان من صوص بيجري مستخبى قلت بس البنت بقت قويه فجاه هتمسكوا الضربه دي اول ما عملها كده نلعب بره يا ماما عبط المخده بتحمل فيه هادي الخيبه دي اللي بتجري منها طيب بره مش عاوزك مش عاوزك بحياتي طيب بره تتاكل 50 كاب من الصبح يا الله طب حط المخده حط المخده تحمي فيها تحمي المخده اه والله مش ماني على الجد لا لا حط المخده تحمي فيها عشان ضربتك من هون بزيادة
ده خيبه وكفايه دل. لا هاتي جنانه أمز أقولي خليه يلف ويدور ويلقاك. أبص حياتي ما هي بايظة خلقة ما حبك ده ما سيبش حاجة أمز أقولي نبعدي فقتك بالداخل غيره من تهت عنه وكري. لا لا شو شو قولي بعتذر قولي بعتذر قولي بعتذر ما راح أقول على فكرة سيبها راح أقول سيبها؟ ايوه ايه الزمن وكرهتي خير ومش عارفه رايك يا كمان ما هو بكره برضه بيت اليوم بتلعب بالنار هو احلى لا ولا قوه الا بالله انا شايفه رحنا كلنا شي وحده هيك مهما قلبي توجعله مهما حس بعده على الكف مش مشكله بس مشكله ضفيره اللي عم يهب شو عرفتي كيف؟ هون الاشكال شو؟ مش رجاله ده يا ما قال لي هعمل يا هيدا راجع مفصوح مش كل حد يقول وديتها طب كيف عم بتخليها؟ كف بتسعيني هذا كف بتسعيني يا حبيبتي كف بتسعيني كيف عم بتخليها؟ لك وانت كمان شو بك عم تضربي فيها يا صبي؟ بتستاهل انت بس شو عامل فيي؟ لك بنت بنت طب خلص الله يا جدعان سلام سلام بده يعمل بده يطلع بده يطلع لا مش هاي هاي بده هيدي طيب انا ما طلع ليك في حالك اخ ولا اوف اخ اوف أوخ يا با لا حول مقدم لا ومصعب رايح معه في أي حتة متسوح تفضل يا عم أقوم أفجع وديهم هما الاثنين انا من دون شيء عم اتوجعوا كنت برا يلا زيادة عليك فجع وجه وريتا مع انه بتستاهل اكثر من هيك بس انت تقلي كلمتين بس نعم حكمتي على نفسك بالشو بشو بالشو بالاعدام حكمت على نفسي يعني انا كنت مسالم كلام على قدك حبيبي انت كنت مسالم لو انا كنت بتبلش فيهم انا ما بعملهم هولي انت كنت لازم انت بتبلش فيهم لا عن جد لما عم بيقول شيء برخمه يا بدها تنضرب تنبسط هي يعني شو لما بقول شيء بدها انا بحب تنضرب ولا شو لا قصدته انه بدي لك اياها بس انت مو بعرف خايف تهجمني لاني اقوى منك ماريتا كلام على قدك انا خايف عليك في الاخر بعد ما تتعوري تتعوري انت خايف مني عشان هيك ما عم بترد لي لك هيك شوفي ما بيعمل شيء لانه بخاف مني